عملتي الكهرباء الأول في مدينة نابلس قبل أسبوع تقريبا، واليوم عاملينه في الخليل. هدف المنطقة هو تجميع جميع الجهات اللي لها علاقة بقطاع الكهرباء والاتصالات لنتدارس أوضاع المهنة، هموم المهنة، التحديات اللي بتواجه المهندسين العاملين في قطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات، ونشوف هاي المشاكل، شو المقترحات اللي ممكن احنا يقدمونا اياها الاطراف المشاركة حتى نقدر نتغلب على هاي المشاكل وهاي التحديات. الاهم شغلة هي الرسالة اللي بدي احكيها للكل، انه اشتغل على نفسك، تكونش انت اوردينري انجينير، بدك تكون انت سمارت. عندك اليوم كل اللي بنحكي فيه هذا كله عمال بتطور بوتيره سريعه جدا. اليوم انترنت الاشياء والماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس والفيرتشوال رياليتي. امران نفتخر بهما، اولا استقطاب المهندسين الجدد والعمل على رفع الأداء المهني والتقني لهم. من خلال هذا المنطقة نطمح انه احنا ننظم المهنة ونحسن العمل الهندسي ونطوره ونطور اوضاع المهندسين، وهذا سينعكس ايجابا على تطوير قطاع الطاقة والاتصالات في الوطن.